في حلقة خاصة المنتج الكبير جمال العدل ضيف خالد أبو بكر في كل يوم. هل يؤثر الفن في السياسة؟ وما هي رؤية الدراما للأحداث الجارية؟ صناعة الدراما والفنون، وكيف نحافظ على الريادة المصرية دائماً؟ مسيرته وتاريخه الفني ورؤيته للدراما والإنتاج في مصر، وكيف أصبح واحداً من أهم صناع المشاهير والنجوم، وسر شغفه بالزمالك وكرة القدم. كل يوم مع خالد أبو بكر، الخميس 9 مساء على On.